بموقع مجال الجماعات الترابية لأورير شمال مدينة أكادير دور مهم في توفير الموارد الطبيعية للأنشطة الاقتصادية بتوفرها على منطقة ساحلية مهمة، جعل المجال الترابي للجماعة يزخر بساحل يمتد على طول 7 كيلومتر، ويشكل تبعا لذلك مؤهلات سياحية هامة. وترتيبا عليها، فإن المجال الساحلي لجماعة أورير وشواطئه الثلاثة، شاطئ تهورين وشاطئ إمران وشاطئ كيلومتر 17، توفر إمكانات مهمة للاعتماد على اقتصاد يتجه نحو الأنشطة السياحية والخدمات المترتبة عنها، مما جعلها قطبا سياحيا ومنطقة جذب سياحي بامتياز لتوفرها على أماكن لممارسة مختلف الرياضات البحرية، مما جعل المجال السياحي القطاع الأكثر أهمية في الآونة الأخيرة، والذي يساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. إن توفر المجال الترابي لمنطقة أورير على مؤهلات طبيعية هامة متمثلة في السياحة الشاطئية والسياحة الجبلية والإيكولوجية سمحت بالتأكيد على خلق مناخ مناسب لإنعاش الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة وتوفير فرص الشغل. وأكسبت المنطقة شهرة وطنية وعالمية، وساهمت بشكل لا يدع مجالا للشك في خلق بنية اقتصادية مستقطبة للاستثمار وتجهيزات سياحية ومطاعم ومآوي ووحدات فندقية ومؤسسات سياحية ذات ترتيب وتصنيف عالمي، أهمها سيرف سافاري، أوتيل إينو، أوبرج لتوغال، أتلانتيكا بارك، كامبينج أورير، هيات بلاس، كلوب هاوس، أوتيل فيرمونت، وايث بيتش، بيتش كلوب، أيور بيتش، شركة ديل كيرل، أوتيل بابورير، وسيرف وان. لقد شكل التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص على الدوام أهم استراتيجية وأنجع منهجية في بلورة التوجهات وسياسات قطاعية ناجحة في مجالات متعددة أبرزها المجال السياحي. ضمن هذا المنظور إذن يندرج لقاؤنا اليوم الذي نجدد لكم من خلاله السادة المدراء الترحيب والتنويه بحضوركم الوازن، وإلى أن تحدد فرص أخرى سانحة مقبلة، مواضيع أخرى للدراسة والنقاش بين المؤسسة الجماعية لأورير والوحدات والمؤسسات السياحية المتواجدة بنفوذها الترابي، كمواضيع التشغيل أو الاهتمام بالموروث الثقافي المحلي والنسيج الجمعوي والتعاوني. نلتقي اليوم بالأساس حول موضوع ذو أهمية بمكان، ألا وهو جمع ونقل وتحويل النفايات كموضوع تقاطع ينبغي أن يشكل مركز الاهتمام المشترك بين مختلف الوحدات السياحية والفنادق والمطاعم وبين الجماعة الترابية لأورير. وبالنظر لأهمية هذا المرفق وتأثيره على المستوى السياحي والجمالي والبيئي، لقد شكل بحق موضوع وعملية جمع ونقل النفايات مركز اهتمام الجماعات الترابية لأورير منذ الشهور الأولى للفترة الانتدابية للمجلس الجماعي الحالي. ونود اليوم أن نشارككم وأن تشاركونا أنتم كذلك الاهتمام وسبل واستراتيجية تجويد هذه الخدمة. تلكم رغبتنا في دعوتكم أيها السادة لحضور هذا اللقاء، آملين أن تتكلل مناقشاتكم ومداخلاتكم بالتوفيق والنجاح، وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.